معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من عمان الباحث والكاتب السياسي دكتور صباح علو. مرحبا بك يا دكتور صباح. إذن مطالبات لعبد المهدي بتغيير الوزراء المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة بعد نحو 10 أشهر، لماذا لم تنتهي أزمة المناصب حتى الآن؟ حقيقة ما تعيشه حكومة السيد عادل عبد المهدي منذ ولادتها وحتى اليوم ولدت ناقصة، وبنفس الوقت جاءت على أثر عديد الأزمات المختلفة المتراكمة في حكومات متعاقبة منذ 2005 ولحد اليوم وحتى هذه الحكومة، وهذا التراكم على الصعيد السياسي والصعيد الاقتصادي والاجتماعي والخدمي الذي فشلت به ما يسمى بالعملية السياسية من الرقي والارتقاء بجميع المرافق الأساسية والحساسة لبناء دولة مواطنة بدأت تنعكس بشكل واضح المعالم على حكومة السيد عادل عبد المهدي. ولذلك نلاحظ أن من يأتي وفق المحافظة ووفق عمليات ما يسمى بالانتخابات التي جاءت بشكل غير طبيعي أدت إلى كثيرا من الاختناقات السياسية والأزمات التي عاشها، وما زالت لغاية الآن تعيش حكومة السيد عادل عبد المهدي بشكل ناقص، إضافة إلى عدم تمكنه من الارتقاء بطبيعة الخدمات التي يحتاجها المواطن من كهرباء إلى مياه إلى سكن إلى طرق إلى مختلف إلى التعليم الصحة الطرق الجسور كثيرا منها. ولذلك لاحظ جاءت حاليا فترة الاختبار والمساءلة ليس فقط في داخل مجلس النواب وإنما من قبل كثير من المنظمات الاجتماعية والمدنية. ولكن دكتور صباح، عادل عبد المهدي قد تتعرض إلى عملية استبدال رئيس الوزراء أو استبدال وهنا السؤال الحكومة أو استقالته. هنا السؤال، يعني يكثر الحديث عن إخفاق حكومة عادل عبد المهدي في تقديم أي إنجاز، ولكن ما الدلالة الزمنية لهذا الحراك الآن؟ الإخفاق جاء نتيجة لضعف شخصية السيد عادل عبد المهدي في الإدارة، بسبب أن قوة الأحزاب السياسية الحاكمة منذ 2003 ولغاية الآن والتي تعتمد على شكل المحافظة، إضافة إلى أنها تمتلك أذرعا مسلحة منتشرة، وجاء قرار السيد عادل عبد المهدي محاولة لعملية جمع القوى العسكرية بكل أشكالها تحت مظلة الجيش، إلا أن ذلك يؤدي في اعتقادي لحل ضعفه في اتخاذ مثل هكذا قرار للتنفيذ، قد تؤدي ذلك إلى إقصائه واستبعاد الحكومة لقوة الفساد السياسي الممثل في الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة في بغداد. أيضا دكتور صباح، إذا افترضنا سحب الثقة، حصول سحب الثقة عن حكومة عبد المهدي، ما مآلات ذلك؟ يعني هل ستكون بداية نهاية العملية السياسية؟ في اعتقادي ليس نهاية العملية السياسية، وإنما قد تأتي إلى عملية استبدال الوجوه بسبب أن عمق الفساد في مفاصل الدولة عميق وكبير جدا، لم يتمكن السيد عادل عبد المهدي لعدم وجود قاعدة سياسية تعمل على إسناده. يعني هذا كان هو الجوهر الأساس لما لم يستطع للحكومات السابقة التي تمثلت
أربعة حكومات مع السيد عادل عبد المهدي لن تتمكن من الإيفاء بالبرنامج الحقيقي الذي يسده المواطن العراقي في بناء دولة مواطنة تؤكد شرعية الحكومة وشفافية الانتخابات وبنفس الوقت إدارة وأمن وخدمات حقيقية للمواطن بفك جميع الأزمات. شكرا جزيلا لك من عمان باحثة والكاتبة السياسية دكتور صباح علو.